وان انا بس كنت عايز ارجع بحضرتك طبعا لان لما حدث يوم الاتحاديه الواقع نفسها يعني هي كلها مسرحيه هزليه. هنيجي للواقع ونتحدث فيها بالتفصيل يعني بعد اذن حضرتك. لكن ما يقال على ان من الممكن ان يتعرض الرئيس مثلا لمحاولات اغتيال داخل المحبسيه او داخل المقر الذي لا يعلم اين هو فيه الان، هل هذا وارد؟ هل سيناريو مطروح بقوه؟ ولكن هم قد يكونوا في اطار كيفيه حبك هذا السيناريو، لكن هو سيناريو كوارد وارد طبعا. يعني بعد كل هذا الكم من القتل ايه اللي يمنع ان نتقتل الدكتور مرسي؟ يعني ما فيش حاجه تمنعهم خالص، لا وازع ولا شيء، لكن هي ممكن تبقى القضيه كلها ما زال السيناريو لسه لم يحبك بالطريقه اللي هم عايزينها. يعني خرج علينا الكاتب الصحفي المعروف انه مقرب من الجيش والانقلاب العسكري بشكل عام مصطفى بكري وقال ان جماعه الاخوان المسلمين تعد خطه لاغتيال الرئيس داخل محبسه الذي لا يعلم اين هو يعني او اثناء نقله الى مقر محاكمته. هل هم يحاولون ان يصدروا لنا هذا السيناريو؟ مؤكد ستلقى من هذا كلمه ومن هذا موضوع عشان يبقى يقدروا يحطوا الوضع في الاطار. انا بقول لحضرتك انا قلق جدا على حياه الدكتور مرسي. تتخيل ليه من الممكن ان يحاولوا اغتيال الدكتور محمد مرسي داخل محبسه؟ لا يعني ده هذا اعتقد برضو ان اتفاق ما بينهم وبين الاتجاه الثالث ان ازاي نخرج الناس الثورات دي عن اطار الاخوان واطار الشرعيه ويبقى الدكتور مرسي مش موجود والطلبات الاخرى بقى تمرر بطريقه او باخرى هتتوافق مع طلباتهم، خاصه ان في دعوه كبيره من الاتجاه الثالث ان هم عشان ينزلوا 25 يناير انه يستبعد النداء بعوده الدكتور مرسي، فيبقى استبعد تماما بتصفيته. تتوقع اين هو؟ يعني يقال حتى ان هو مش موجود في سجن برج العرب. مؤكد فيه مش موجود، مؤكد بدليل منع ابنه، منع المحامين، منع زيارته. يعني حتى لو قلنا النهارده هو ما جاش خشيه ردوده او انه يصرح بشيء حصل في هذه الفتره، لكن عدم زياره ومنع زياره المحامين عنه وابنه ليه؟ يعني ايه المانع ان هم كانوا يحضروا؟ طبعا ده شيء مؤكد يخلينا نعيش في قلق، ولابد ان الحراك اللي موجود في الشارع يطالب بان موقف الدكتور مرسي، لابد ان جميع الهيئات الحقوقيه تطالب اين الدكتور مرسي؟ فين مكانه؟ اي قانون واي لوائح واي وضع يمنع ان حد يلتقي بالدكتور مرسي؟ مش عارف. انا مش عارف، لكن ده طبعا في اطار كل القرارات وكل القوانين بتصاغ على هواهم يعني. طيب نرجع لموضوع المحاكمه وهي ما يعرف باحداث قصر الاتحاديه، قيل انه قتل فيها ما يقرب من 10 اشخاص منهم 8 من جماعه الاخوان المسلمين وهؤلاء لم يدخلوا في القضيه من القصر. اذا رجعنا بذاكره حضرتك لهذا التوقيت انا شاهد عيان لاني كنت في الخدمه في هذا التوقيت ان الدكتور مرسي يحاكم النهارده على تحريض بقتل في يوم هم كانوا مجهزين لقتله. يعني لولا المذكره اللي انا بلغت بيها الحرس وبلغت بيها الدكتور مرسي شخصيا كانت وزاره الداخليه بتعد لاغتيال الدكتور مرسي من خلال الضباط والكلام ده انا قلته قبل كده. نتكلم فيها بشيء من التفصيل بعد اذنك. حكايه المذكره وانت كيف علمت او الاخبار التي وردت اليك بخصوص محاوله اغتيال محمد مرسي يوم قصر الاتحاديه حاليا اعتقد كان 5/12/2012. كنت طبعا انا الخدمه الاليه كما تعلم حضرتك وكنت كل يوم ما قبل تحرك الدكتور مرسي من قصر الاتحاديه الى منزله بيبقى جهاز اللاسلكي في دوشه كبيره واتصالات من هنا وهناك. في هذا اليوم ما كانش في اي نوع، الجهاز صامت تماما. وانا نازل انا حاسس ان الاجواء كلها، القنوات كلها عماله تشكر في الشرطه لاول مره، القنوات اللي حضرتك عارفها، الشرطه لاول مره تكون مع الشعب، الشرطه غير متواجده امام قصر الاتحاديه، انسحاب الحرس الجمهوري للداخل، محدش شايف اي، لا الشرطه موجوده في المنطقه ولا الحرس الجمهوري له اثر. فنزلت على الساعه 8 فوجئت حتى ان 8 مساء 8 مساء لقيت الضباط كلها في وضع غريب. وطبعا انا اتكلمت في الكلام ده قبل كده، فوجئت طبعا لانهم عارفين ان انا متعاطف مع الدكتور مرسي بصفه الرئيس الشرعي المنتخب وقد اكون انا الوحيد وسط هذا الكم من الضباط، ففوجئت بتطاول من الضباط اصغر مني سنا. ف يتطاول عليا بالفاظ خلاص الراجل بتاعك، الكلام ده طبعا انا قلته كتير بس هضطر اعيده النهارده لظروف قصر الاتحاديه. نذكر بيه ان الراجل بتاعك هروح كلها نص ساعه وهيبقى في السجن، خليك واقف معاه، واللي يقول لي من على بعد ان شاء الله هتبقى انت البطران الثاني، واللي يقول لي ان شاء الله هتبقى انت البطران الثاني اللي هو البطران الثاني وسباب وتطاول. فطبعا توجهت الى القائد اللي موجود الاعلى رتبه عشان ما يحصلش احتكاك بيني وبين الضباط، لقيته برده منزوي وواخد مكان بعيد ولا يعني ولا عايز يسمعني ولا عايز يتجاوب معايا ولا عايز اقول له انا اتصرف معاهم. ولحد كده قد يكون هذا الامر عادي لحد ما جه مسؤول من مفتش المباحث ووقف تحت بيت الدكتور مرسي وسبه بافظع السباب
على الملأ ويفتح بلكونته ويقول له يا ابني ما كانش موجود الدكتور مرسي، ما كانش لسه الدكتور مرسي ما باتش طبعا التجمع الخامس، ما باتش خالص. وقف هذه القياده الامنيه تحت بيته وقعد يسب تحت بيته ودي اشكال تمسك رئاسه الجمهوريه، دي اشكال. طبعا انا في هذا التوقيت تيقنت تماما اني لا يمكن مهما كانت هذا المفتش المباحث بيكره الدكتور مرسي لا يمكن هيتطول بهذه الطريقه الا اذا كان واخد إشارة خضراء من قياداته بل من الوزير نفسه بل من أعلى من كده إن الأمر بالنسبة للدكتور مرسي انتهى. ففي هذا التوقيت اتصلت بالحرس المباشر اللي بيتحرك مع الدكتور مرسي وقلت له الوضع بيحصل فيه كذا كذا كذا، فقال لي خد بعضك وامشي وسيب الخدمة، الدكتور مرسي إن شاء الله مش هيبات هنا النهاردة بس انتظر لحد زوجته وابنه ما ينزلوا من البيت وينصرفوا وانصرف من الخدمة. قلت له أنا سيب الخدمة وامشي، قال لي آه سيب الخدمة وامشي. فتعجبت جدا في اللحظة اللي أنا بقى فيها، أنا على التليفون فوجئت إن الضابط المعين في كمين هذه يعني على اخر الشارع من هنا واخر الشارع من هنا، لان الخدمات دي كانت جايه معززه في هذا اليوم، لان جت معلومات ان الناس هتنتقل من قصر الاتحاديه الى منزل الدكتور مرسي، فبناء عليه عززنا الخدمات اللي هي كانت مفروض واقفه عشان تمنع اي هجوم على الدكتور مرسي. لقيتهم الاثنين جايين وكان في هذا التوقيت الحمد لله ان هم ظباط مش عارفيني مش شغالين معايا عشان ما يعرفونيش، فجايين بيتكلموا على سجيتهم، الناس احنا مخبينها جوه الفلل، الناس موجوده جوه الفلل مجرد ما يتحرك الناس اللي هتهاجم بعد الفلل على منزل الدكتور محمد مرسي في التجمع. تمام. وكان قبليها برضو باسبوع حصل نفس الموقف، وانا قلت ان الاهالي وحراس العقارات هم اللي ساعدوني في الدفاع عن الدكتور مرسي ووقفوا حاطين ايديهم في ايديا، والشرطه ما جاتش خالص في هذا التوقيت لامن مركزي ولا حد، كنت واقف لوحدي ومعايا حراس العقارات وقفنا ندافع عن منزل الدكتور مرسي، وكان في بعض الحراس العقارات اقباط لكن قالوا لي وازع الغيره وده جارنا ومش هنسيب الدكتور مرسي. وطبعا اليوم ده عدى، كان قبلها باسبوع لما جه بقى الموقف دوت فوجئت ان الضباط جايه من هنا ومن هنا وبيقولوا الناس جاهزه، الناس ايه اللي جاهزه؟ فانا بقيت اسال الناس ايه اللي جاهزه؟ الناس مستخبيه في الفيلا المهجوره كلها اللي لسه لم تكتمل او متى وجاهزين، وما هنبلغهم مجرد الموكب ما هيعدي هيهجموا وكل حاجه متظبطه. فطبعا حسيت ساعتها ان الامر كده دي مؤامره جاهزه، فبلغت الدكتور مرسي مباشره، اتصلت بيه وكلمته بشكل مباشر الحرس ادهوني بعد ما كلمني الحرس قال لي تفضل الدكتور مرسي معاك، الدكتور مرسي قال لي سيب الخدمه وامشي واكتب لي مذكره كامله باللي حدث بالاسماء بالتوقيتات باسماء الضباط اللي عملت هذه الوقائع. في نفس التوقيت كان متواصل معانا بقى الدكتور مرسي عشان يعلم ايه اللي بيحصل عند قصر الاتحاديه. لم يحرض احد وانا شاهد انا لم يتحدث مع احد، وحتى اللي توجهوا لقصر الاتحاديه مش كلهم اخوان، ناس من الموجودين في الشارع قد يكون فيهم اخوان قد يكون فيهم باحث عن الشرعيه قد يكون فيهم خايف على الدكتور مرسي، مجموعه توجهت الى هناك. وفي نفس التوقيت الضباط اللي هناك تواصلت معايا وانا تواصلت مع الدكتور مرسي ان الامر هناك في مجموعه مناصرين لحضرتك دخلوا على الخيام كسروها، الخيام كانت فاضيه الا من 3 أو 4 أفراد اعتدوا فعلا على 2 منهم، وبعد هذا دخلوا المسجد عشان يصلوا المغرب فوجئوا انه الاف جايه ضربت عليهم نار وقتلتهم، وحتى الحسيني اللي اتقتل لانه كان في صف الاخوان بيصور الطرف الاخر اللي بيضرب، يعني حتى يعني ما اتضربش عشان هو في الطرف الاخر، لا هو لما لقى الضرب جاي من اتجاه واحد انضم لصف الاخوان، وفي ضابط موجود في الخدمه بس طبعا يخشى لانه ما زال يعمل بالخدمه، كان مصور كل هذا الكلام فيديو وقدمه للسيد المستشار المسؤول، وطبعا بلغنا الدكتور مرسي فبناء عليه طلع بيان في هذا التوقيت ان الامر بياخد مجراه. واقسم بالله اقسم بالله ان ساعتها التليفونات اللي جات لنا قالت ان في بعض، انا برضو انا مش يعني انا بقول كده حديث، ان بعض الوجوه اللي جت قتلت الاخوان منهم اقباط معروفين في شبرا، ومع هذا الدكتور مرسي رفض هذه المعطرات ورفض الكلام المرسل ورفض الكلام ده وقال الكلام ده ما يتقالش، القضاء هياخد مجرى لوجه ناس كان ممكن جدا لو هو دكتور مرسي زي ما بيقولوا عليه اللي بيحكموه النهارده كان ممكن جدا يقول المجموعه اللي خسرت الخيام استبعدوها، لكن ده وجه ولا ادى تعليمات ولا قال حاجه خالص، وقال ان في دلوقتي القضاء بيحقق وان الامر في مجال النيابه. لكن فوجئنا بسياده المستشار بيمسك الموبايل اللي هو السند الوحيد والدليل الوحيد على الواقعه بيكسره وبيقول لهم خلاص هم الاخوان هم اللي هيمشونا، ده من بوق هذا الضابط. موبايل ايه اللي بيمسكه؟ احد الضباط بس مش هقول رتبته مش هقول حاجه لانه ما زال في الخدمه طبعا حفاظا على حياتي، صور الواقعه كلها، صور اللي كسروا الخيام، صور الناس اللي جت تقتل في مناصير الدكتور مرسي، وادى الكلام ده لسياده المستشار اللي كان وبناء عليه الدكتور مرسي قال لانه يثق ان الامور هتاخد مجراها لانه ما طلبش توجيهات، واثق ان سياده المستشار هيحاسب اللي كسر الخيام ياخد جزائه، اللي ضرب 2 3 اللي كانوا موجودين ياخد جزائه، واللي قتل واخدوا جزائهم، لكن عمره ما كان يتخيل ان الموبايل هيتدغدغ ويكسر ويقول الاخوان هم اللي ماشونا ويفرج عن المجموعه كلها ويقول كمان الاثنين ثلاثه اللي ضربوهم مناصر وتعالوا اعملوا بلاغات.
في مزيمة. سأعود إليك مرة أخرى في ما تذكر الحقيقة من شهادة خطيرة على ما حدث فيما يرى بأحداث الاتحادية. كما ترون مشاهدين على شاشة الجزيرة مباشر مصر، قوات الأمن تستخدم قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريق مسيرة